تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم تكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم ضيعوني دروني لا صديقون أرفي ضيعوني ولنا تهت الطريق ودروني لا صديقون أرفي ودروني أسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور أنا أذيت محمد بالاتصال عشان يجيبني معاكم قبل لا تطلع وإحنا جايين لنفس الموضوع يا أحمد حنان تريد حقها من الميراث ونبيلة تريد بيتها أحمد ما في أخبار عن زينب خسارة كل همكم فلوسكم وأموالكم أكثر من كل شيء أنت عارف ليش أنا أتكلم عن الفلوس لا تخليني أعيد لك السالفة أكثر من مرة وأنا كنت أريد أشتري لك بيتك اللي رهنته لطالب يا محمد نحن أولى بهالمبلغ على الأقل ناخذ لنا بيت بدل ما نظل عايشين في شقة طول عمرنا خلي في بالك
أمل بعد تريد فلوسها، ونبيلة تريد بيتها وتريد بنتها. بس أنا أقول لكم شيء واحد، ما لكم فلوس عندي، وسووا اللي تسووه. يعني ايش هذا يا منيرة؟ نبيلة انت زوجة احمد، لكن لو رحت لأي مكان على اساس انك زوجة محمد، من بيشك في انك ما زوجته؟ منيرة خلصي هنا وقولي اللي عندك بدون ما تطول الموضوع. طيب اسمعوا مني اللي انا اتوقعه. حصن 20، حصن 20، حصن 17، جاوب. 22 لا حصن 17، واضح ارسل. واضح استفسر اذا استجد شيء معكم جديد في الموقع. والله لا جديد لحد الان. واضح استلمت، تابع البحث، تابع. حاضر سيدي. لا مستحيل اللي جالسين تتوقعوه يا نبيلة، هذا مجرد احتمال لكنه قريب كثير من الواقع. هذا مجرد خيال، لا يمكن يكون واقع. بهذا الاحتمال أو بهذا الخيال نقدر نوقف عملية البيع هذه، لأن عملية غير قانونية بسبب النصب والاحتيال اللي فيها. هذا إذا كان فيها نصب أو احتيال. بس لو طلع هذا الاحتمال صحيح، أحمد بيتورط. يستاهل. بس الخوف ان البيت فعلا انباع، واحمد دفع الديون اللي عليه من قيمة البيت. ايش يعني؟ يعني يبقى احمد من دون بيت ومن دون فلوس. هذه كارثة، كارثة يا امل. يعني ما في حل غير فلوس الميراث. الظاهر الميراث وحدة حكاية. هذا احمد جاي. احنا عرفنا الحرمة اللي انتحلت شخصية نبيلة وراحت معك لوزارة الاسكان على اساس انها زوجتك. بدرية؟ ايوه بدرية. انت ليش سويت كذا يا احمد؟ ليش؟ ليش سرقت زوجتك نبيلة؟ انا ما سرقتها، بس الظروف جت كذا. انا ما حبيت اني ادخل نبيلة في مشاكلي، ابغيت ازعجها. قلت لها ان البيت فترة مؤقتة يعني، وبعدين أرجع الأمور مثل ما كانت. وعيسى إيش علاقته في هذا الموضوع؟ عيسى لو وقف معي ما كان صار اللي صار. عيسى سبب في أشياء كثيرة أنتم ما تعرفوا عنها. بس أنتم وين عرفتوا كل هذا؟ وكيف جبتوا رقم بدرية؟ اللي قلناه كان مجرد احتمال، لكنك أكدت بكلامك. خسارة، خسارة يا أحمد. أنا كذا ولا كذا كنت ناوي أقولكم الحقيقة، ناوي أخبركم كل شيء. بس أنت سكت يا أحمد، ما قلت أي شيء. ما حبيت صورتي تهتز قدامكم وأنا أخوكم الأكبر. لكنك حبيت تطلع مجرم،
لو كنت صريح معنا من البداية ما كنا ضيعنا زينب من يدينا. طلبت منك انك تسامحيني اكثر من مرة، ما كنت تعرف السبب. هذا الحين انت عرفت السبب، اطلب منك مرة ثانية والمرة الاخيرة انك تسامحيني. سامحيني. ما راح اسامحك ابدا، ما راح اسامحك ابدا. بطاقة شخصية يا جماعة. أنا آسف، بظل أعتذر لك طول عمري. أنا عارف اللي سويته غلط، غلط يحاسب عليه القانون. بيت قيمته أكثر من 150,000، رحت وبعته وبعد ما تريد تخبرني السبب ليش بعته. خبرتك، ما كان السبب أساساً هو بيع البيت، كان مجرد رهن فترة محدودة بس. وش سويت بفلوس البيت؟ ممكن تأجل هالأسئلة بعدين، وأوعدك بخبرك بكل شيء. الحين؟ بعدين بخبرك. يعني نحن الحين من غير بيت، من غير زينب، ومن غير راحة. أنت السبب. أحمد، أحمد، وين بنتي زينب؟ هتخلص من هالشكوك اللي في ذهنك؟ ما أقدر أتخلص منها لأني ما أثق فيك. وين بنتي؟ وين؟ وأنا أريد ولدي وأريد حقي من الميراث. أرجوك يا أحمد قسم الورث بسرعة، لأن عيسى ما مستعد يدفع العملية. أنا وعدت أني أتكفل بكل شيء. أيوة يا أحمد، نريد حقنا الميراث. أيوة نريد حقنا. قلت لكم ما في شيء اسمه ميراث، انسوه. وش ليس يا أحمد؟ وش سويت بالتوكيل يا أحمد؟ أحمد! محمد! محمد! أخوك الكبير محمد. Thank you.
أنا مستعد إني أعوض خسارتك ضعفين يا خالي، وحتى لو بغيت أكثر ما عندي مشكلة. بعدك تريد تشتريني بفلوسك؟ لا يا خالي، بس أنا قلت إني أعوضك، أعوضك الخسارة اللي تسببتها لك، وأنا اعترفت للشرطة باللي تسويته. هاي والد ناصر، إيش رأيك؟ لا، ما موافق. خلي الموضوع يوصل المحكمة. ما كان مفروض أنك توصلي لغاية هنا. وجودي مضايقنك؟ وما مفرحني بعد. سارة، أنت متوقع مني هذا الجواب؟ أنا جيت هنا علشان أترجاك ترجع الشركة، لأن عيسى ما قادر يشتغل من غيرك. يا إنك ساذجة إلى أبعد الحدود، أو إنك غبية؟ كملها يا شيخان. سارة، عيسى يريدني أرجع الشركة لغاية في نفسه، ما مثل ما قال لك إنه ما قادر يشتغل من غيري. بس أنا تعبت لحد ما وصلت الجبل، وكنت أتوقع أنك رايح تقدر وجودي عندك، لكن للأسف. سامحيني يا سارة، سامحيني لو خيبت ظنك وقلت لك مستحيل أني أرجع الشركة مرة ثانية. هذا عيسى. اليوم بنشوف إذا كان يثمر فيك العيش والملح يا شيخان. أنا محتجز في المركز وأريدك تيجي تخرج من كفالة. بعطيك اللي تريده، ما مشكلة عندي، وبعطيك بعد حتى مكافأة. أنتظرك. لا يا عيسى، لا لا. أنا تقول لي لا يا شيخان؟ طيب، هذا اللي جاي تترجيني أرجع شركته؟ روحي له، محجوز في الشرطة. ليش؟ إيش مسوي؟ روحي عنده وهو بيخبرك. بروح يا شيخان، بروح. طول عمرك ما تطلع من السجن. الخوف انه يجي عليك الدور انت بعده يا احمد. ليش احمد يسوي معانا كذا؟ ما اعرف يا حنان، انا مستغرب ليش احمد يزور الاوراق. لازم نشوف حالك. خلاص؟ ما همكم غير فلوسكم ميراثكم؟ زينب ما عادت تهمكم؟ خلاص؟ نسيتوها؟ لا يا نبيلة، كيف ننسى زينب وهي همنا الأكبر؟ لا يا محمد، انتو خلاص نسيتوا زينب. زينب ما عادت تهمكم كثر ما تهمكم فلوسكم. أنا أقولكم شيء واحد، أنا ما أريد منكم شيء، لا فلوس ولا بيت ولا شيء. تقدروا تساعدوني أحصل بنتي ولا لا؟ تقدروا؟ وإيش الحل الحين يا محمد؟ أحمد لازم يعترف بالحقيقة، ما يصير كل مرة يقول له مالكم حق عندي. كيف يعني مال الميراث عنده؟ أحمد يخبي سر كبير في نفسه وما يريد حد يعرف عنه أي شيء. ما دام لنا حقوق عند أحمد فلازم ناخذها. أنا صعب أسكت عن حقي. هو إذا رفض وإذا أصرنا نحن ما عندنا شيء عنده، بعدين إيش نسوي؟ هو إيش يعني يصر؟ يعني ما لنا حق عند أحمد؟ اهدي يا حنان،
الحين يجي أحمد ونعرف منه كل شيء. أنا لازم أسحب توكيل من عند أحمد وأوكل عيسى في مكانه. ما دام الموضوع بسيط راح أكلم أخوي أو أبوي علشان يجي يكفلك. مشكور يا سارة، مشكور. نعم. هذا الصخرة، وبعد شوف في آثار يتصل هنا. والجبل الأخضر، الجبل الأخضر حصن 17 جاوب. واضح أفيدك، عثرنا على آثار لإيد طفلة على إحدى الصخور في الوادي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا الله أحمد. ها مناصر، قلت إنك تريدني. جيت في وقتك يا ولدي. خير إن شاء الله. تحرك معي وبخبرك كل شيء. لا تفضل تحرك. شوف يا أحمد، هذه الأرض عيسى يريد يسوي فيها فندق كبير. وأنا إيش يخصني؟ هو حر أرضه ويسوي فيها اللي يسويه. أنا أريدك يا أحمد تحفظ هذا المكان زين علشان تقدر توصلها بسرعة. يا ليت توضح أكثر يا مناصر، ترى ما فهم شيء. إيه يا أحمد، بعدين بتفهم كل شيء. كيف؟ مشينا؟ يلا.
وهذه هي المزرعة. وديتني أشوف ذيك الأرض والحين شفنا المزرعة، وأظن في قلبك سر ما تريد تقوله. والله يا عم ناصر تراني ما ناقص الغاز ومشاكل، اللي فيني مكفني وزيادة. اليوم يا ولدي يا أحمد لازم تعرف كل شيء. زين هات قول. بقول، لكن قدام أخوانك كلهم. اليوم جمع أخوانك كلهم في الفندق، وأنا وزاهر ولدي بنجيكم لغاية هناك، وبقول لكم كل شيء. حتى زاهر ولدي لازم يعرف كل شيء. ها أحمد، مشينا؟ يلا يا ولدي. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، دروني لا صدقون أرفي. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صدقون أرفي، ودروني من اللي انا